لكن في مجد من وراء كل ألم. اللي قصدوا أن يكون شر وظلم ضد يوحنا، الرب قصد بخير. يوحنا الرسول أو الرائي رأى أعظم الإعلانات في هذه الجزيرة، وواحدة من الإعلانات المجيدة والمميزة عندما قال يسوع: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. يوحنا يقال أنه كان موجود في هذه المغارة. على فكرة هذه مغارة طبيعية من فولكينو اللي موجودة في هذه الجزيرة، ويقال أنه مكث في هذا المكان عندما أخذ الإعلانات، وأيضا كان يبشر في الجزيرة كل البحارة، الناس اللي كانت تيجي إلى هذه الجزيرة. بعض الأمور جميل أن نشوفها في هذه المغارة. قال يوحنا سمع، أو يوحنا سمع صوت مثل البوق، وهذا البوق يعني الصوت سبب تشقق في الصخور. ففي تشقق في هذه الصخرة، وعبارة عن ثلاث أقسام اللي إلها رمز كتير كتير جميل: الآب والابن والروح القدس، طبعا بحسب التقليد الأرثوذكسي في هذه الجزيرة. وأيضا منشوف المكان اللي كان يوحنا يحط راسه وينام، لأنه كان شيخ، كان عجوز، وأيضا مكان اليد اللي كان يتكئ عليها حتى يعين نفسه أنه يوقف. بروخوروس هو اللي كان يسجل، يعني مثل السكرتارية، الكلام والإعلانات اللي كان بيتفوه فيها يوحنا لإله. فكان يقال أنه هذا المنبر اللي كان بيكتب عليه هذه الإعلانات.